وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة حنين الذوادي، رئيس التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية ووزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك إذن أستاذة حنين في نشرة الأخبار. ما هي أسباب هذه التغيرات في حالة الطقس هذه الفترة بالتحديد؟ يا هلا ومرحبا، نرحب بكم ونرحب بمشاهدينا الكرام. حاليا في هذه الفترة نمر في مرحلة انتقالية ما بين فصلي الصيف والشتاء، بحيث سنويا تتأثر منطقة شبه الجزيرة العربية بتقلبات جوية تكون على فترات مختلفة ومتواترة بسبب مرور المنخفضات الجوية والكتل الهوائية الباردة تكون في طبقات الجو العليا، وهذه طبعا تأثر بدورها وتؤدي إلى تكونات السحب على المنطقة وتسبب معها هطول الأمطار اللي أحيانا تكون مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا بسبب تكون الخلايا الرعدية على منطقة شبه الجزيرة. مثل ما تم ذكره في تقرير الإدارة، يتبين لنا من تحليلات خرائط الطقس اقتراب المنخفض الجوي العلوي من مملكة البحرين مثل ما تم ذكره يوم الخميس القادم موافق 26 أكتوبر، يسبب حالة من عدم الاستقرار في أجواء المملكة. تكون الفرص طبعا عندنا مهيئة خلال فترة النهار لتساقط الأمطار على مناطق مختلفة من المملكة. أيضا عندنا بسبب حالة عدم الاستقرار على المنطقة بشكل عام، هناك فرص لتشكل الخلايا الرعدية. هذه الخلايا الرعدية اللي على المنطقة تكون مصحوبة بهبات قوية السرعة، ممكن تأثر عندنا في مناطق مختلفة على المملكة، لكن يكون تركيزها أكثر على المناطق البحرية. وتشير التوقعات إلى استقرار الأجواء إن شاء الله في وقت لاحق من يوم الخميس بإذن الله تعالى. نعم أستاذة حنين، هل من تحذيرات تودون توجيهها فيما يتعلق بهذه الحالة الجوية؟ نعم، طبعا إدارة الأرصاد الجوية تدعو الجمهور الكريم أخذ الحيطة والحذر، خصوصا مرتادي البحر ومهتمين بالأنشطة البحرية في خلال فترة التقلبات الجوية هذه، ومتابعة تحديثات النشرات والتحذيرات الصادرة عبر القنوات الرسمية المتعددة للإدارة. نعم الأستاذة حنين الذوادي، رئيس التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية وزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.